سياق وتشجيعا للإنتاج المحلي وبهدف التقليص من نسبة الاستيراد لقطع الغيار، تدعم مجمع تحكوت لتركيب السيارات وتصنيعها بمصنع جديد بالعاصمة، هذا لصناعة الفرامل والفرامل الخلفية. الاستثمار الصناعي تم تدشينه اليوم من قبل والي العاصمة عبد القادر زوخ، وسيوفر مناصب شغل محلية، تقول كريمة لشمت. وفق رؤية جادة، يتحول حلم تصنيع السيارات بالجزائر إلى واقع تجسده الإرادة القوية المدعمة بالمرافقة الفعلية عبر برامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في دعم المؤسسات الصناعية المحلية الفاعلة في الحقل الاقتصادي. فبعد مصنع تركيب السيارات بتيارت، مولود جديد يدخل الحياة الاقتصادية بعد تدشينه اليوم بالعاصمة، هو الأول من نوعه يتبنى صناعة الفرامل. وهذا المصنع غادي يلبي حاجيات نتاع كل الوطن، وفي نفس الوقت ممكن يكون عنده فايض يكون قابل للتصدير للخارج، وهذا هو الشيء المهم. نخلقوا الثروة، نخلقوا مناصب الشغل ونصدروا، لأن التصدير يعني يجيب لنا العملة الصعبة، وهذا هو الشيء المهم. وإحنا كدولة ضروري نقف مع كل المستثمرين اللي يجيبون قيمة إضافية. هذا المشروع هو أولا داخل في برنامج فخامة رأس الجمهورية، وداخل في برنامج الاستثمار المحلي، ودائما فخامة رأس الجمهورية يلح ويقول دعم المستثمرين الجزائريين لكي ينشوا الإنتاج المحلي. خطوة بخطوة نحو تصنيع كامل للسيارات تخطوها الجزائر، تراهن عليها الدولة وتكفلها الكفاءات الجزائرية خريجة الجامعات، طاقة عطاؤها يترجمها إنتاج 30,000 وحدة يوميا من صفائح الفرامل والفرامل الخلفية وفق مقاييس عالمية دعائمه التكوين والمرافقة. مجمع تحكوت له الفضل في التحاقي بمصنعه الجديد الخاص بتصنيع صفائح الفرامل، حيث مكننا من التكوين على يد خبراء أجانب وجزائريين. استطعنا توظيف مكتسباتنا التي نلناها على مستوى الجامعة، استطعنا أن نأخذ خبرة ميدانية. أكثر من 450 عاملا مؤهلا يبرهن كفاءته في إنتاج وطني بإضافة إيجابية في رفع الإدماج لقطع الغيار بنحو 35% من الإنتاج عبر محطة تصنيع الفرامل، والطموح نحو الأكبر. الدولة الجزائرية تمبورتي سنويا 30 مليون وحدة سنوية، هذا المصنع يصنع 20 مليون وحدة سنوية، إضافة لكرياسون دو بلوا يوظف حوالي 450 عامل، وزيادة على ذلك القطع هذه لي بلاكات دو فرا ولا لي فيرودو 50% مؤشر على لابورتاسيون، والمصنع هذا يصنع كل أنواع تاع لي بلاكات دو فرا توت جور دو فيكول، سواء في السيارات الصغيرة ولا النفعية ولا لي فيكول بوالور. بالنسبة للسوق الجزائرية تهدف إلى أولا تقليص فاتورة الاستيراد وتقليصها بحوالي 60%. عندنا 5 مشاريع في طور الإنجاز، وثلاثة منهم في قيد المفاوضات. هو إذن نموذج لمشاريع من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد نحو اكتفاء محلي لمنتوج أصلي، يعكس استراتيجية الدولة لجعل المستحيل حقيقة، فمن تصنيع الفرامل اليوم إلى تصنيع آخر لقطع الغيار غدا، نحو تصنيع محلي كامل للسيارات مستقبلاً.